لما اشتغلت بعد ما اتخرجت من الجامعة على طول، طبعا ابتديت تواجهني صعوبات العمل. أيام كتير كنت بخلص شغلي واطلع على جدتي واتكلم معاها. في مرة من المرات بحكي لها، بقول لها أنا حاسة أن أنا في مكان محدش فيه بيحبني، أن في ناس عندها مشكلة معايا أنا مش عارفة هي إيه، و مخلية الناس التانيين يتعاملوا معايا برضو وحش. فحكيت لي وقالت لي إن كان في جارة بتأذيها جامد قوي، والجارة دي تسببت لها في مشاكل كتيرة قوي، وكانت منغصة يعني عليها عيشتها قوي قوي قوي. قلت وبعدين عملتي ايه؟ قالت لي هخاف منها ليه، ما انا الكل بيحبني، انا تعاملي كويس مع الناس التانية بما يرضي الله، والناس التانية بتحبني وبتقدرني، فبالتالي انا مش خايفة منها، مش خايفة من انها تعمل لي حاجة، عشان انا عارفة اولا ان ربنا سبحانه وتعالى هيدافع عني عشان انا ما حاولتش اذيها، والحاجة التانية ان الناس كلها بتحبني. واكدت قوي 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 على مفهوم حب الناس، وده خلاني اتعلمت درس ان احنا ممكن نحارب اعدائنا بكثرة الاصدقاء. لما كبرت وبعد كده كملت دراستي واول ماجستير انا خدته، مع ان انا هندسه بس كان في اداره الاعمال، كان MBA ماجستير اداره الاعمال، وكان تخصصي فيه هو الاورجنايزيشنال ليدرشيب، القياده المؤسسيه. من ضمن الحاجات اللي انا اتعلمتها ان لازم تعمل الاينسز، تعمل زي علاقات مع الآخرين، وتعمل زي معاهدات مع الآخرين. مش لازم انها تكون باللفظ ده وبالنص ده وبالصراحة دي، ولكن هي العلاقات. هخدمك النهاردة، انت تخدمني بكرة، انا كويسة معاك، لما تيجي سيرتك هتكلم عنك كويس. الحاجة التانية كمان مفهوم السبونسر، ان يكون ليك بيسموها كده الراعي الرسمي للمسابقة دي، الراعي الرسمي للبرنامج ده. كل بني آدم في مجال العمل محتاج انه يكون له رعاة رسميين، ناس لما الشخص ده ما يكونش موجود يتكلموا عنه، يكونوا عارفين شغله ايه، يكونوا عارفين أخلاقه إيه، يكونوا عارفين صفاته إيه. مجتمع الأصدقاء والصديقات هتبقى ضمن شلة معينة، معرفش لسه في مفهوم الشلة ده موجود ولا لأ، بس كل واحد فينا له شلة، له دايرة علاقات مقربة بيتقابل معاهم وبيتعامل معاهم، سواء في مجال الشغل أو بره الشغل. وممكن الشخص يكون له أكتر من شلة وأكتر من مجموعة، ممكن الست تكون ليها أكتر من مجموعة، ممكن يكون أنت على خلاف مع شخص ما في هذه الشلة في هذه المجموعة، ولكن لو فضلت تقوي علاقتك بالآخرين هتضعف تأثيره. أنت ممكن ما تشيلش تأثير هذا الشخص 100%، ولكن تضعف تأثيره. حتى لو في بعضهم مشي ورا هذا الشخص وكان تأثير هذا الشخص أقوى عليهم من تأثيرك أنت أو من تأثيرك أنت عليهم، ما نيأسش ونفضل نزكي العلاقات. وده يخليني أدخل على مفهوم بنك العلاقات، وده حاجة جدتي كانت بتعملها بلطافة جدا جدا جدا. كانت بتبني علاقتها مع كل الناس اللي بتتعامل معاها. مرة رحت أنا وهي حلقة السمك،
وكنا مقررين هنعمل أكلة سمك بقى رهيبة. إيه كان فيها سمك مشوي ومقلي، وهتعمل صيادية يعني كده حاجات بقى. فالمهم راحت للراجل التاجر السمك ورحنا سوا. أول ما شافها، أهلا أهلا، إزيك يا حاجة، اتفضلي، وجاب لها كرسي. مين دي، بنتك؟ قالت له بنت بنتي، أهلا وسهلا، ده الحاجة دي فوق راسنا. بنت علاقتها مع تاجر السمك على مدار سنين، بقى بيحتفي بيها، مش بس كده، يخليها تنقي اللي هي عايزاه تاخد اللي هي عايزاه. كان عارف انها بتقرف، وطبعا السمك المشوي هياخده زي ما هو عشان يشوهولها، لقيته من نفسه. يعني عارفين بقى في بروتوكول بينه وبينها، جايب لها طبق نظيف مليان مية عشان هي اللي تغسل السمك بتاعها. بعد ما الولد اللي بيشتغل معاه، الصبي اللي بيشتغل معاه، نظف لها بطنه زي ما هي بتحب، زي ما هي عايزة، مع جارتها، مع قريبتها. جدتي كان فيها حاجة حلوة قوي، جدتي ما كانتش بتتكلم كتير، لكن كانت بتسمع كتير. الناس بتحب اللي يسمع لها، الناس بتحب ودي يمكن حاجة أنا نفسي أنا أتعلمها، لأن تركيبة شخصيتي لما حد بيجيني بمشكلة، مخي على طول بوب 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 بينط، عايز يلاقي حل واتنين وتلاتة، ومقترح واتنين وتلاتة عشان يحل المشكلة لهذا الشخص، وادي له اقتراحات والكلام ده. في بعض الأحيان بتبقى هي دلوقتي مش جاية، يعني عايزاني أسمعها، عايزة تتكلم، عايزة اللي يسمعها تفضفض. لو انت مستمع جيد، لو انت مستمعة جيدة، الناس هتحبك. مش بس كده، لو بتسمعي، بيسموه الاكتيف ليسننج، يعني استماع انصات، المرحلة اللي بعد مجرد ان انا اسمع، اللي هي الانصات، ان انا افهم الشخص اللي قدامي ده في ايه جواه، في ايه تعبه، اتعاطف معاه بموضوعية. لان احيانا في ناس مدمنة للشكوى، ومدمنة لانها تعمل من نفسها فيكتم. اتعلمت دي برضو مش من يوم وليلة، انا ما كنتش كده، دي حاجات اتعلمتها، وحاجات من كتر ما شفت جدتي مثلا بتعملها، جوزي بيعملها، حماية، انه حماية الله يرحمه لما كان يجي له حد، كان يقعد يسمع يسمع يسمع، وفي الاخر لما يجي وقت انه يتكلم ما كانش بيهاجم الشخص. في ناس بتقعد تقول فلان عمل وكذا 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 وكذا، وهو عارف وحاسس ان في جزء من المغالاة، يبتدي يقترح بقى حاجات تانية، يمكن الشخص ده ما كانش يقصد كذا، يمكن الشخص ده ما كانش يقصدها بالحدة اللي انتي حسيتي بيها. مرة حصل بيني وبين حد مشكلة، لقيته بيقول لي عيلة صغيرة تضحك عليكي يا حنان، فبقول له اه تخيل. قال لي عمرك ما تاخدي الكلام كده بالشكل اللي بيتقالك، وما تتصرفيش بسرعة، ما تعمليش رد فعل بسرعة، اهدي، خدي وقتك، حتى ولو وقتك ده مجرد 15 دقايق، بس ادي نفسك فرصة ان انتي تتصرفي، عشان ما يجيش حد يتلاعب بمشاعرك ويخليكي تعملي حاجة تندمي عليها فيما بعد. نرجع تاني للدرس اللي انا اتعلمته من جدتي وهي بتكلمني في اليوم ده وانا بشتكي لها، انها ازاي بدل ما تركز انها تحارب عدوها، ركزت انها تعمل صداقات، انها تخلي سيرتها عطرة، انها تخلي علاقتها قوية مع الستات التانيين، مع الجارات التانيين. ده خلى موقف العدو ضعيف،
ربما انا بتعامل مع سيدة هنقول عليها السيدة سين. السيدة دي عارفة، ابتدت تحس ان انا كويسة، ان انا طيبة، ان انا مش وحشة على الاقل. وجات سيرتي قدام من هذه الانسانة ومش شكرت فيا، اقصد يعني ذمت فيا. ربما سيدة سين دي هتفضل ساكتة دلوقتي، مش هتتكلم لسه، لسه العلاقة مش بالقوة دي، وأنا لسه قاعدة عمالة بأسكي وأوطد هذه العلاقة، بوطد هذه العلاقة. تاني مرة لما السيدة العدوة ليا هتيجي تتكلم، السيدة سين دي هتقول لها لا استني، أنا ما شفتش منها غير كل خير، أنا لقيتها كذا وكذا وكذا. هترد غيبتي، هتدافع عني، والعدوة دي هتلاقي نفسها في موقف حرج جدا، لأنها أولا تشكك في مصداقيتها فتهزت صورتها، ومش بس كده ما لقيتش حد يساند اللي هي بتقوله، بالعكس لقيت اللي يرد عليه. مهم جدا جدا ان احنا نحارب اعدائنا بكثرة الاصدقاء، زي ما علمتني جدتي الله يرحمها.